اليوم غادي نهضروا على جوج ديال لي ميثود array sum و array every. هاد لي ميثود ديال array constructor اللي كيديروا دي تيست او نيفو ديال الاراي, ولا كان تيست واحد بالنسبه للاراي sum داز كتبغي تشوف لنا واحد البولين اللي هو ترو. بالنسبه للاراي every الا كاع لي تيست دازو كتبغي تشوف لنا ترو. دونك هادو جوج ديال لي ميثود ديال array constructor اللي كيخاولوا لينا نديروا دي تيست او نيفو ديال الاراي اي كيتشوفني لينا بولين. اوكي دونك باش تبان لنا البيك بيكتشر غادي نكتبوا الكود وغادي تبان لنا الصوره بشكل اوضح. دونك نبداو. هنا عندنا واحد الاراي اللي هو نمبرز اللي فيه 4 ديال لي زاليم ولا 4 ديال نمبرز 4 6 16 8. دونك اراي سام شنو غادي دير لينا؟ بعدا نكتب اراي سام ولا لا ميثود سام شنو غادي دير لينا؟ اولا كيف ما قلنا sum باش تكون عندك وتاكسيدي ليها وتخدم بها كميثود خاص يكون عندك array. اي واحد array من بعد غادي ترومبلاصها بهاد numbers. كيف ما قلنا هاد array sum كتبغي تشوفني واحد البولين, يعني كتبغي تشوفني لينا واحد البولين. شنو هو هاد البولين؟ يعني اما true واما false, يعني اما true اما false. هادشي اللي كتبغي تشوفني لينا هاد array sum. هاد لا ميثود سام كدير دي تيست او نيفو ديال ايتش ايلمنت مثلا على 4 وعلى 6 وعلى 16 وعلى 8. ولا كان غير تيست واحد كيدوز مثلا, الا كان تيست واحد او نيفو ديال هاد 16 كيدوز كيف تشوفني ترو اوتوماتيكمون كتبغي تشوفني لنا ترو. يعني باش هاد سام تبغي تشوفني لنا ترو خاص غير تيست واحد يدوز. ناخذ مثال ديال واحد لو تيست اللي غادي تكون فيه هاد ليليمون غير باش تشوف لنا ترو. مثلا بغيت نتيستي واش كاين شي نمبر وسط هاد الاراي اللي كبر من 20. دونك غادي نمشي ل 4, واش 4 كبر من 20؟ لا. واش 6 كبر من 20؟ لا. واش 21 كبر من 20؟ اه غتبغي تشوف لنا ترو. واش 8 كبر من 20؟ لا غتبغي تشوف لنا فولز. دونك عندي فولز هنا فولز هنا فولز هنا, بار كونتر في هاد 21 عندي ترو. دونك اوتوماتيكمون هاد الاراي سام غتبغي تشوف لنا ترو. إلا رديت النمبر اللي كان من قبل مثلا إلا رديت 16 حتى كونديسيون هنايا ولا حتى شي تاس ما غادي يدوز, حتى هذا ما غاديش يدوز. حاولي نحيدو. دونك حتى هذا ما غاديش يدوز. دونك شنو غادي يكون عندي في هذه الحالة إلا كانوا عندي هاد النمبر فحال هكا وبغيت نتيستي واش قاعد لي نمبر كبر من 20؟ دونك كلشي غادي تشوفني ليا فولز. دونك 4 واش كبر من 20؟ لا. 6 واش كبر من 20؟ لا. 16 واش كبر من 20؟ لا. 8 واش كبر من 20؟ لا. دونك اوتوماتيكمون حتى هاد ما غاديش تكون. دونك في هاد الكا غادي تشوفني لينا فولز. دونك فولز هي اللي غادي تشوف لنا اراي سام. كما قلنا الا بغينا اراي سام تشوف لنا تشوفو خاص واحد في لي تيست يدوز, واحد غير واحد. دابا نكتبو الكود ديال اراي سام. كيف ما قلنا كتحتاج واحد الاراي, في هاد الكا عندنا نمبرز اي كنقدروا ناكسيديو للسام اللي هي من لا ميثود. كتبغي تشوف لنا واحد الكول باك غادي نخدمو بواحد الارو فانكشن. اي كيف ما قلنا خصنا نديرو دي تيست. اشنا هو لو تيست اللي بغينا نديرو؟ بغينا نشوفو واش شي نمبر من هادو كبر من 20. اوكي بعد اولا في هاد الكول باك اللي كنخدمو به هنا كارغيمون بالنسبه لهاد لا ميثود سام نقدروا نخدمو بلي زارغيمون نمبر اللي هو غادي يكون الايتم. كنقدروا ناكسيديو الايتيمز من هاد الاراي اي كنقدروا ناكسيدي الاندكس وكنقدروا ناكسيدي حتى الاراي اتسيلف. يعني هو نيت دير مثلا الاراي اتسيلف اور واتيفر. اوكي دونك الى درت كونسول لوغ مثلا النمبر غتشوفو كم كوا اكسيدا الايتش المنت ريسبكتيفلي 4 6 16 و 8 بحال قلتي واحد الفور لوب. اي من بعد الى اكسيدنا الاندكس عطاني الاندكسز الاراي اتسيلف. اذا شوف هنا غادي اكسيدي الاراي 4 ديال المرات لانه عندي 4 ديال الايتريشنز. انا ما غاديش نحتاج هاد الاراي والاندكس دونك غادي نحيد هادو بجوج. انا باغي نخدم غير هاد النمبر. لو تيست اللي غادي نديرو هو واش نمبر كبار من 20. دونك شنو كيدير؟ كيمشي لايتش نمبر كيمشي لايتش نمبر 4 6 16 و 8 وكيدير هاد لو تيست. دونك واش نمبر كبار من 20؟ واش 4 كبار من 20؟ لا. واش 6 كبار من 20؟ لا. واش 16 كبار من 20؟ لا. واش 8 كبار من 20؟ لا. فولس. ولكن انا ما خصنيش نكتب الكونديشن ديالي فحال هكا. نورمالمون خصني نخدم بريتيرن اي ندير لو تيست ديالي اللي بغيت ندير. دونك كبار من 20 واش نمبر كبار من 20؟ غيبقى يدير لي هاد لو تيست. اوكي باش نشوف اشنو غتشوف نات لي هاد السام. مثلا كري واحد الفاريبل اللي نسميها is greater
than 20. اوكي انا بغيت نكون اكسبلسيت واخا هاد الفيرب راه طويله بزاف ولكن الا درت واحد الكونسول لوغ الا درت واحد الكونسول لوغ از جريتر ذان 20 يعطيني فولس علاش لانه ما كاينش شي تيست لي داس لانه ما كاينش شي نمبر هنايا اكبر من 20 اوكي الا بغينا حتى تشوف لنا ترو اشنو خصني ندير على الاقل نشونجي هاد 16 مثلا ندير لها 21 دونك عندي كونديشن هنايا اللي بتشوفنات لي ترو اللي هي وحده دونك اوتوماتيكمون سام هبتشوفنات لي ترو خاص كيف ما قلنا يكون تيست واحد كيدوز نزيد حتى تيست واحد اخر ماشي مشكل على الاقل واحد الا كان على الاقل تيست واحد دايز دونك هاد سام غتبقى تشوفني لنا ترو باش نسامبليفي واحد السينتاكس شويه نحيد الكونسول لوغ منهم جوج نقدر نحيد الكيرلي بريسز في الارو فانكشن لانه عندنا ريتيرن فاليو غير في وان لاين نحيد هذا الريتيرن هي ونحيد السيمي كولن ان سوف جاردي اي كيف ما كتشوفوا عندي الكود ديالي تكتب في لين وحده دونك نمبر اللي هو الارغيومون اللي عطيناه مثلا في الكول باك اي اشنو كتفيتشر ناش فيها واش نمبر كبر من 20 دابا غندير واحد لو تيست واحد اخر على هاد الاري وغادي نشوفوا واش كاين شي عدد زوجي اوكي هذا الكونسول لوغ نكري واحد الفيريبل جديده اسمها از اود ولا از ايفن لان ايفن بلونغ اللي هي زوجي اي غادي نعيط على الاري ديالي ولا ميثود سام ولا هذا واحد الكول باك نخدم واحد الارو فانكشن ندير اول واحد الكونسول لوغ النمبر اشنو هو لو تيست اللي بغيت ندير بغيت نعرف واش كاين شي عدد زوج كيفاش نقدر نكتب هاد التيست لو تيست اللي غنقدر نديرو هو خاصنا مثلا الا قسمنا 4 على 2 وما شاط لينا والو شاط لينا 0 مثلا هذاك هو عدد زوج نفس الحاله ل 6 نفس الحاله ل 21 نفس الحاله ل 8 دونك غادي نشوفو ونديتيكتيو كيفاش غنكتبو هاد لو تيست ديالنا غادي نخدمو بالموديلو لان الموديلو غادي تعطينا الخارج هنا نمبرز موديلو اوف 2 يعني فحال ماشي غير قسمه هنايا لان القسمه غادي تعطيك الخارج هنا كتعطيك اشنو شاط ليك دونك اوتوماتيكمون نمبرز موديل اوف 2 في الاول 4 الى موديل اوف 2 عطاتنا 0 6 موديل اوف 2 عطاتنا 0 لان 4 الا قسمناها على 2 اوتوماتيكمون ما غاديش يطلعنا والو في الاخر غتبقى 0 6 هي اللي قسمناها على 2 عطاتنا 3 وغتجي 0 دونك 0 0 اي 21 موديل اوف 2 ماشي 0 دونك عطاني 1 هنايا اي نمبرز اللي هو الاخر حتى هو 8 موديل اوف 2 حتى هو كيقبل القسمه على 2 عطاني 0 دونك اللي كيعني هنايا بانه هادشي كامل زوجي اكسبت ذس 1 ولكن ما تنساوش هاد لو تيست راه باقي عندي ما كاملش خاصني نقولكم كون نمبر موديل اوف 2 يساوي 0 لاننا ما بغيت واحد البوليان هنايا لان لو تيست اوتوماتيكمون خصو يشوفني واحد البوليان ماشي واحد الفاليو دونك نمبر موديل اوف 2 الا كانت كتساوي 0 كتعني بانه عدد زوجي اوكي دونك هذا هو لو تيست ديالي غادي نحيد الكونسول لوغ وندير نخدم بريتيرن كيورد سوري نخدم بريتيرن كيورد كوبي تيست ديالي نمبر موديل اوف 2 ايكوال تو 0 هيدا الشيء كامل اي ندير واحد الكونسول لوغ از even واش كاين شي عدد اللي هو even اه ما كاينش غير واحد كيف ما قلنا هنايا نعاود نرد الكونسول لوغ ثاني راه كاينين 3 راه كاينين 3 غنحيد return value true true and true كاينين 3 ديال even numbers 4 و 6 و 8 غنحيدهم كاملين ونردهم اول ولا نردهم اعداد فرديه غندير هنا 3 دير مثلا واحد دير هنا مثلا 17 اوكي كيف ما كنشوفوا هنايا ندير كونسول لوغ باش ولات ليا فولس علاش واش 3 زوجي لا واش 1 زوجي لا واش 21 زوجي لا واش 17 زوجي لا دونك هاد لو تيست اللي هو نمبر موديل اوف 2 دار على هاد 4 ديال لي نمبر في الاخر ما دازتش حتى شي تيست دونك اوتوماتيكمون باش ولات ليا فولس غندير رقم واحد هنا اللي غادي يدوز لو تيست مثلا ندير 8 باش ولات ليا ترو كيف ما قلت لكم سام اللي هي اون ميثود كدير دي تيست اون فوا يكون غير واحد لا كونديسيون هنايا ولا غير يكون تيست واحد هنا كيدوز كيف تشوف ناتشرو اوتوماتيكمون كتبقى تشوف ناتشرو قبل ما نمشيو للثاني اللي هي اري افري نديرو غير واحد التذكير شفنا بان اري سام هي واحد لا ميثود اللي كتبقى تشوفني واحد البولين اما ترو ولا فولس كدير دي تيست ولا كان تيست واحد كيف تشوف ناتشرو اوتوماتيكمون كتبقى تشوف ناتشرو غنشوفو دابا اري افري الميثود every ديال array constructor هي ما مختلفاش بزاف على sum كتبغي تشوفني واحد البولين اما true ولا false ولكن امتى واشنو كدير كدير حتى هي دي تيست على each element في هاد الاري ولكن
باش تبتشوفني لنا true باش array every ولا method every تبتشوفنا true خاص كاع لي تيست يبتشوفني true كاملين without any exception. إلا كان غير واحد فيهم من هاد لي تيست جا هنا يا سيدي وبتشوفنا لنا false ما غاديش تبتشوفنا ليا true خاص تبتشوفني ليا false. دونك لو تيست ديالها خاص كاع لي زيليمون يبتشوفني وليا true عندي false هنايا علاش لانه اوتوماتيكمون غير واحد هنايا باش لنا فولس دونك باش تبغي تشوفني ترو خاص كاع لي تيست يدوزو وي تشوفني ترو. دابا غادي ندير واحد لو تيست غادي نشوفو واش كاع لي نمبر هنايا كبر من جوج كما قلنا الافري خاص كاع لي تيست يدوزو يكونو ترو. نكتب واحد الفيرب وندير از جريتر ذان 2 ومن بعد غادي نخدم بالاري ديالي اللي هو نمبرز وغادي نعطيه لا ميثود افري غنخدم بواحد الكول باك خاصة تبتشوفني ليا دونك لارغيمون هنا غنخدم بيه هو نمبر هو اللي بغيت ندير عليه لو تيست وغندير واحد ريتيرن نمبر از جريتر ذان 2 دونك اوتوماتيكمون اللي كانوا كاع لي نمبر هنا كبار من 2 خاصة تبتشوفني ليا ترو. دونك غندير واحد كونسول لوغ از جريتر ذان 2 وكنسول غاب ديك كتبتهاش مزيان از جريتر ذان 2 فولس علاش لان التيست واحد هنايا ما داش اشنو هو لو تيست اللي ما داش 3 واش كبر من 2 1 واش كبر من 2 لا فولس 8 واش كبر من 2 17 واش كبر من 2 دونك عندي 3 ديال لي تيست دازو ولكن واحد اللي ما داش اوتوماتيكمون الا ما داش غير تيست واحد في لي تيست كتبتشوني ليا فولس. الا بغيت هاد لو تيست يدوز اوتوماتيكمون خاصني ندير هنايا مثلا 5 دونك خاص كاع لي تيست يدوزو باش تبتشوفني ليا ترو لان في هاد الكات الثانيه كاع لي تيست دازو 3 كبر من 5 3 كبر من 2 5 كبر من 2 8 كبر من 2 و 17 كبر من 2 غنسابلي في الكود الثاني نحيد هاد الكيرلي بريسز نحيد الريتيرن كيورد نحيد البوان فيرغول دونك غير باش يكون مور كونسايز اند سيمبل تو ريد. باش ندير واحد السامري الا خدمنا بلا ميثود سام خاص تيست واحد يدوز باش تبتشوفني لنا ترو. إلا خدمنا بلا ميثود افري خاص كاع لي تيست يبتشوفني لنا ترو باش تبتشوفني لنا ترو. Thanks for watching this video.